اش غنقول لك، صدفه تلاقينا انا وايوب. انا اصلا ما كنتش عواله كاع، ولا كنفكر كانت عندي الفكره ديال الزواج، لا انا لا هو. منين هضرت معاه لقيت عنده نفس الفكره. كانت واحد صديقه ديالي هي اللي عرفتني عليه، كان كيهضر هو وياها وهذا. المهم كانت صديقه ديالو شافني عندها وعجبته وصافي. هي في الاول ما كانتش، كانت كتقول محال يهضروا وهذا وهذا. صدقت انا، عطاتني النمره ديالو صافي، وانا اللي صيفط له ميساج هضرت معاه عادي. انا قلت يكون كصديق ديالي وصافي. صدقنا تزوجنا في مده قصيره، تفاهمنا، جا عندي. كان غادي مسافر، كان غادي لواحد الوجهه واحده اخرى، كان غادي للحسيمه. ومن بعد قال لي انا غادي ندوز غير نشوفك وغادي نمشي. صدق جا لهنايا، بقى 3 ايام هكا.